صباح الخير عليكم خوتي نزيله قديره. اليوم الاثنين فاتح يوليوز 2019. هذا الصباح هذا كنت واجد حدا باركينغ بيجوان. علاش هذا بيجوان اليوم؟ لانه اثار الجدل من يتكرا من طرف المجلس البلدي لواحد الشركه، وانا غنشرح لكم. واش ما كتشوفوش بانه لو كنا مسيرين من طرف واحد الجماعه، ما كانوش على هذه حتى من جهه القباش وغيره، الناس اللي عندهم واحد الرؤيه وهذا، ما كانوش يعطيو هذه الارض اللي كانت فيها كيديروا فيها لي كونكور ديال الفروسيه، كان الركبي، المهم هما ناضوا البني ماشي مشكل. واش كون عطاوها لشي مستثمر ويدير واحد المجمع تجاري فيه واحد جوج طبقات ويفرضوا عليه يدير لي باركينغ تحت الارض، جوج ديال لي سوسول، يعني هاد المساحه جوج مرات تحت الارض، هاد المجمع التجاري غادي يخدم لنا المئات ديال الناس، ضرائب للدوله والبلديه. علاش ما شفناهاش هكا في بلاصه ما نديروا هاد الارض بحال هكا كلها والو، ما صالحه لحتى حاجه. دابا غادي نجيو عاوتاني للسيد ولا الشركه اللي بنات هنايا. كتعرفوا الشركه اللي بنات كملت سلمات البلديه، شداها البلديه على واحد 300 مليون ما بغاش تعطيها ليها، خلاو هذاك السيد اللي بنى هنا لونتربريز في واحد الازمه ماليه، دخلوه للمحكمه المتاهات وسوء التسيير ديال المجلس. وحتى اللي بغى السيد راني غندير معاه فيديو وغادي تسمعوا شي حوايج ما يمكنش تصور من طرف منتخبون. مزيان، دابا هاد ملي كراوه ناض المجلس البلدي كراه هاد الباركينغ لواحد الشركه، هاد الشركه هي اللي واخده لي باركينغ في اكادير، واخده كاع النواحي كلشي خداته. بقينا غير نخلصوا واحد النفس اللي كانت نفسوها حتى هي، يعني ما كاينش شي حاجه سميتها الساكنه ولا نشوفوا مصالحهم ولا فين يوقفوا، ما كاين غير خلص خلص خلص. مزيان، هاد السيد هذا كيقول لك بانه كراو ليه هنا لانه عاطينو الباركينغ ديال اكادير وفلا، ولكن الباركينغ ديال اكادير وفلا مادام تسد عوضوا ليه بهنايا. اولا نرجعوا للباركينغ ديال اكادير وفلا، حنا ملي كان مسدود ولا غادي تسد علاش دوزناه في دفتر التحملات؟ هذه وحده. هاد السيد اللي كره هنا الباركينغ ولا الشركه اللي كرات الباركينغ، ملي كرات هنايا دخلات ملي حيدوا لها اكادير وفلا، ندخل معاهم المحكمه. هنا راه كاين واحد النصب اللي بحث في هنايا، وراه بحث فيه واحد عمليه نصب قداشنا هي على الدوله وعلى المجالس البلديه بهاد الامور هذه. كنعطيك لوتوريزاسيون كتشد عيني في المحكمه الاداريه، كنخرج لك التعويض كنجي نعطيه لك، وهذا كنسميه هنا واحد النصب قانوني. دابا غادي نمشيو كيفاش كيمشيو، راه كلشي عارفين بانه هاد الصفقات ديال المرابط ولا لي باركينغ اللي كاينه في اكادير كلها مشبوهه مشبوهه، ولكن تلعبات بواحد الطريقه قانونيه، زعما الله يصاوب وصافي اللي هذا الشيء راه غنعاود نرجع ليه كيفاش دازوا الصفقات. المهم دابا هنايا قال لك اسيدي عوضوا ليه هنايا، حسب ما يقال هاد السيد غادي يخلص 14 مليون للبلديه في الوقت اللي، واسمعوا مزيان، في الوقت اللي غير هاد الجمعه اللي فاتت واحد الشركه جات عند نائب الرئيس في البلديه وقالوا ليه حنا مستعدين بغينا نعطيو 84 مليون هنايا وكريوه لينا هاد الشهرين ولا هاد الثلاث شهور اللي جايه. قال لهم ما غيتكراشوا، راه لاعبين اللعبه مع هاد السيد هذا، انا ديما كندوي بحسن النيه، نيتي ما خايبه ما حتى حاجه. عوضنا ليه، قال لك اكادير وفلا عوضنا ليه هنا، غيتنازل على الدعوه، وقال لك غادي يصاوب المناطق الخضراء تاع الله، في كاين شي مناطق خضراء هنا بانت لكم، غادي يصاوب الاناره اش من اناره، وغادي يشري واحد جوج ديال ليكواد، وانتم مالكم مع ليكواد ولاش غادي تشريوهم لما غتعطيوهم ماشي شغلكم. البلديه المهمه ديالها هي تصاوب هاد الدنيا هادي. المهم هاد الباركينغ تكرا، وقال لك 4 دراهم للساعه يا سي المالوكي ومن معاه، الله يحفظكم. راه ملي كان الدول ولا اللي كتحترم الساكنه ديالها والمجالس البلديه العالميه اللي كتحترم الساكنه ديالها، ملي كيديروا الثمن ديال الباركينغ غالي، علاش؟ باش يحبسوا الغازات اللي كتخرج من السيارات، الناس يخليو السيارات في الديور ديالهم ويجيو في وسائل ديال التنقل العموميه اللي كاينه، كيوجدوا لهم لي ترام، طوبيسات نقيين، واحد الجو ملائم، تخرج انت وليداتك تجي في طوبيس ولا في الترام ولا في المترو وتوصل للبلاصه اللي بغيتي. قول لي احنا في اكادير فين غنمشيو؟ كيفاش غنزلوا في طوبيس؟ غير هنا حدا الكازينو ها هو هنايا في كاين لاريد بيس، خصك يمكن اللي قاد ديال البنيه ديال البوكس باش يمكن لك تشد طوبيس تما، هادشي ما جاوشك الشفاره الحاله ديال الطوبيسات. المهم هذه هضره اخرى، دونك علاش ماشي جوج دراهم وثلاثه دراهم كما دايرين الناس؟ ثانيا ولا ثالثا حاجه اخرى، وهو كيفاش يعقل خليتوها حتى البرومي جويه حتى غيبدا تيميطار حتى غادي يبدا جا الصيف، عاد انتم كتجري فيكتو هذا العام كله ومخلين الفوضى، عاد بانت لكم هنايا لان الفلوس صحيحه غتدخل، لان الملايين غادي تدخل يوميا. كتعرفوا هذا الباركينغ كيخلي تقريبا حوالي واحد حتى حسب الناس اللي عارفين هذه الامور كيخلي حتى جوج المليون يوميا
دونك واش ماشي بزاف هادشي ماشي حرام اش تخرمي حنا اللي جا لعنا ولا حنايا الناس ديال اكادير دابا خصنا نبداو النفس كما قلت نخلصوا عليها الحمد لله اللي الباركينغ ديال ساحه الامل هذيك الساحه اللي كانت نافورات وهذا يا حسره راه غادي تولي فابور يعني الناس يمكن لهم يستاسيونيو تما فابور في ساحه الامل الا ما دارش لها مجلس البلدي وتا هي داروا ليها شي صفقه الله اعلم والله يحفظنا والمهم قطعت النفس ما فيه الكفايه وحاولت ندير بحال الا كلشي عادي ولكن على دير بحال الا ما كاين والو هذه المنصه ديال تيميتار كي شفتوا هذا بجوان وهنا علاش قلت لكم قطع النفس كلها خانزه بريحه البول حاشاكم شوفوا فين نازل هذا الشيء غادي تقولوا لي المواطنون ايه ولكن واش درنا حملات تحسيسيه لهاد الناس هادو كاين مراحيض عموميه اللي محلوله نقيه زوينه شوف خانز 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 حنا هما داك العكر فوق راك عارفين شوف الدنيا كلها خانزه دابا شوفوا كيفاش دايره الدنيا انا دابا غير هاد البلاصه هادي كلشي مهرس كلشي مكرفص حنا ديما هادي راه منطقه سياحيه الربيع في النايت مدينة سياحية شوفوا الجاج عاوتاني كنعاودها الناس الله يهديهم المواطنين الله يهديهم تا هما ولكن نديرو حملات تحسيسية نقادو الجردة كاع ما مسقية شوفوا لهيه دارو لاكوب ديال الربيع ولكن كلشي مكرفص علاش ما نصوبوش هادشي شو كيدير لي تواليت بوبليك دابا هادو السياح والمغاربه وهذا غيدخلوا لهنايا حشومه غادي نتمشى في المنطقه السياحيه ها لا بلاج ها التروطوار عندنا في اكادير كيدايره ما نحشموش نقولوها ولا نبينو هادشي باش نديرو ضغط كبير على المسؤولين على المنتخبون ينوضوا يخدموا يدبروا راسهم يتحملوا مسؤوليتهم الازبال فين ما مشيتي الحاله ديال المنطقه كنتمنى ما يقولوش انا اللي حفرت هادشي باش نبينو في الصور انا ما كنبين غير واحد الواقع اللي كاين وصافي الواقع ديال واحد المدينه اللي خرجوا عليها السير ديالها لوسخ شنو فيها شويه الكارشير ونجيو نغسلوا هذا الشيء كامل ما عمرو تغسل كتغسلوا لينا غير الشتا الله الا رحمنا بشي شويه د الماء الدنيا كي دايره هذا باركينغ حتى هو غادي كنصوبوا الكودرون ديال شي بلايص اللي ما غيدوز فيهم حتى واحد وخلينا البلايص اللي محتاج الاصلاح على حالة باركينغ في المنطقة السياحية ديال اكادير عيب وعار هذه هي الحالة ديال اكادير اللي الماضي ديالها احسن من الحاضر ديالها الناس كيزيدوا لقدام حنا كنرجعوا للور خلاصة القول سيادنا المسيرين المنتخبون ديال المجلس البلدي الله يخليكم حنا راه ماشي كنبوين غير باش نلخصوا الامور اكادير وفلا تحبسات في شهر فبراير ودوزتوها في الدوره ديالكم المارشي عطيتوه في شهر مارس دونك كنتو عارفين بان اكادير وفلا مسدوده اللعبه ونيتي راها زوينه اللعبه هو خذ هذه وسير دعينا الا بغيتي ماشي مشكل راه نخرجوا لك الفلوس ما خرجناش الفلوس راه غادي يقرب الصيف ونعطيوك بجوان وتما فين غادي تضرب الفلوس تبقى تعوم فيهم الا بغيتي هادو الاعيب واحد الطريقه ديال كيفاش كتقولبونا حنايا والمهم الله يصوب لكم والله يسمح لكم وكنتمنى تكون نيتكم صافيه لان نيتي صافيه ما بغينا غير الصالح ديال هذه المدينه وديال الساكنه ديالها الله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم